بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام، وطابت أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وارفة وفيه تشاهدون. في الحوار ضيف حلقتنا الشيخ الدكتور بندر بن عبد الله الشويقي. كوني إيجابية، من حقوق المطلقات إلى الملابس المحتشمة، وتقريرنا عن الترويح الناعم، ورأيك مؤثر، نتائج استفتاء الحلقة الماضية، وسؤال جديد، ثم جولة في الإعلام الاجتماعي وغيرها من الفقرات. فإلى فقرات وارفة ونبدأها في المصطلحات. بسم الله الرحمن الرحيم. المصطلحات الأممية الخاصة بالمرأة هي مصطلحات ظاهرها براق، إذا نظرنا إليها سنجد أن فيها طعما خاصا، خاصة في تكوينها اللغوي. فإذا نظرنا إلى مصطلح مثلا تمكين المرأة، مصطلح العنف ضد المرأة، مصطلح التمييز ضد المرأة، مصطلح الصحة الإنجابية وغيرها، الحقيقة من هذه المصطلحات نجد فعلا أنها قد تقبل من أول وهلة. لكن إذا نظرنا إلى حقائق هذه المصطلحات وما يراد من خلف هذه المصطلحات، نجد أننا يجب أن نقف وقفة مهمة جدا تجاه هذه المصطلحات. هذه المصطلحات مصدرها من بيئة غير إسلامية، مصدرها من الحركة الأنثوية الغربية المنحرفة، بالتالي هذه المصطلحات يجب أن نقف عندها وقفة تأمل وننظر فعلا إلى ما يراد من خلف هذه المصطلحات. هذه المصطلحات حتى نكون أيضا منصفين، فيها حق وفيها باطل، وبالتالي إذا أردنا أن ننجح في تطبيق هذه المصطلحات فيجب أن نطبقها وفقا للبيئة التي خرجت منها، وهذه البيئة التي خرجت منها هي بيئة مخالفة كما ذكرت لبيئتنا الإسلامية، من حيث الحضارات، من حيث المبادئ، من حيث الأعراف، من حيث العادات إلى آخره. وبالتالي إذا فرضت هذه المصطلحات بباطلها وحقها فهنا يجب علينا أن نتوقف عن قبول هذه المصطلحات، وألا نيسر انتشارها فضلا عن أن تدخل في تشريعاتنا وفي قوانيننا وفي أنظمتنا. فهذه نقطة مهمة جدا، نقول خرجت هذه المصطلحات وفقا لظروف خاصة في البيئة التي نشأت بها. هذه الظروف ليس بالضرورة أن تكون موجودة في البلاد الإسلامية، إن كان موجود جزء منها فنأخذ كما ذكرت ما يوافق شريعتنا، ما يوافق مبادئنا، ما يوافق أعرافنا. أما أن نقبل بهذا المصطلح وننشره للناس ونقول هذه هي الحقوق الخاصة بالمرأة ونعولم هذه المفاهيم المخالفة للشريعة، فهذا أمر يجب أن نتوقف عنده كثيرا، ونحذر الحقيقة ممن يحاول أن يمرر هذه المصطلحات بأسماء شرعية أو محاولة شرعنة هذه المصطلحات داخل المجتمعات الإسلامية. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الموجز. انطلقت مطلع الأسبوع الماضي فعاليات القيمة الثانية للبرنامج القيمي العالمي فاستمسك، والذي يقيمه مركز آسيا للاستشارات التربوية والتعليمية، ويهدف البرنامج إلى تعزيز مجموعة من القيم القرآنية في المجتمع. وقد اختير للقيمة الثانية الأمانة شعار، وحملها الإنسان الجدير بالذكر أن مدة البرنامج قرابة 3 سنوات. وقد انطلقت فعاليات القيمة الأولى على شرف صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد آل سعود، ومعنا لتسليط مزيد من الضوء على هذا الخبر الأستاذة أمل المنقور، مديرة البرنامج بمركز آسيا. الأستاذة أمل، إلى ماذا يهدف هذا البرنامج؟ في مجمله يهدف إلى تحقيق رؤية نلخصها بأنها صناعة الشخصية المسلمة المتكاملة. هذه الرؤية تتمثل صغناها في عدة أهداف، هذه الأهداف نطمح بإذن الله إلى تحقيقها على مدى 3 سنوات.
الهدف الأول تنمية الإدراك المعرفي والتطبيق العملي لأخلاق القرآن الكريم من خلال وسائل علمية وعملية متنوعة. الهدف الثاني إشاعة مفهوم التنمية الفردية والمجتمعية وتعزيزها من منطلق الأخلاق القرآنية. الهدف الثالث إذكاء القدرة على التأمل والتفكير الإبداعي لإيجاد الحلول الألفية المنبثقة من أخلاق القرآن وتوجيهاته. لكن كيف تستطيعين تقييم انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج؟ نعتقد الحمد لله بل وهذا ما لمسناه وما شاهدناه أن الإقبال على البرنامج يعكس حاجة المجتمع الماسة إلى التمسك بأخلاق القرآن الكريم والعودة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وهذه أثبتته لنا أوراق العمل والإحصائيات واستمارات القياس المنفذة خلال البرامج، بما أثبت لنا أن نسبة 95% من المستفيدات من البرنامج تحقق لديهن هدف البرنامج بحمد الله. ممتاز. إذن الأستاذة أمل منقور مديرة البرامج بمركز آسيا، نشكر لك هذا الإيضاح. حياكم الله. أكدت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية أن المرأة السعودية لن تمنح أرضا سكنية إلا إذا كانت معيلة لأسرتها أو ذات حالة خاصة. وأشار المتحدث باسم الوزارة محمد الزميع إلى أن اختيار الموقع سيكون بعد صدور آلية الاستحقاق، وأضاف عندما يسجل المتقدم تخرج له الخيارات بحسب رغبته ويرقمها بالأول والثاني والثالث، والوزارة بعد التحري تحدد له الخيار المناسب. فالأصل أن نحاول التوفيق بين رغبته وقدرته بالمعطيات التي يضعها مثل العمر والمكان وتوافر المنتج. أكدت عضوة مجلس الشورى والمشرفة على كرسي أبحاث المرأة بجامعة الملك سعود الدكتورة نورة العدوان بأن كرسي أبحاث المرأة قام بعمل دراسة تعد الأولى من نوعها تتناول تنظيم النشاط الاقتصادي في مراكز التجميل بالمملكة. وتأتي هذه الدراسة لتطوير الأنشطة الاقتصادية النسائية في القطاع الخاص، وذلك لأسباب متعددة يأتي في مقدمتها عدم توفر الإجراءات التنظيمية والتشريعية المساعدة في تنظيم بيئة العمل ومجالاته ولوائحه، بما يوفر للمرأة السعودية فرصا جديدة تتوافق مع طبيعتها وتستجيب لحاجات المجتمع، وخاصة أن مراكز التجميل والتي يطلق عليها مسمى مشغل النشاط الاقتصادي الأكثر انتشارا ونموا في المملكة. نفذ مكتب غرب الديرة في الرياض ملتقى الداعيات الذي يهدف لتطوير الداعيات والارتقاء بمستواهن المهاري والإداري في مجال الدعوة. وأوضحت مديرة القسم النسائي بمكتب غرب الديرة الأستاذة منيرة المطيري بأن الفئة المستهدفة هن الداعيات والمشاركات في مجال الدعوة وفي إلقاء المحاضرات والدروس ومسؤولات المراكز الصيفية ودور التحفيظ. وقد اشتمل الملتقى على بعض الدورات التدريبية وملتقى مصاحب. أكد وكيل وزارة العمل المساعد الدكتور فهد التخيفي أن للمرأة حق العمل في قطاع السياحة وأي قطاع آخر بحكم نظام العمل وقرار مجلس الوزراء مثلها مثل الرجل، شريطة أن يكون العمل في قسم خاص ومستقل عن الرجال. وقال خلال ورشة عمل متخصصة عن تنظيم عمل المرأة في محل المستلزمات النسائية في غرفة الشرقية إن وزارة العمل لم تلزم أو تحدد على أصحابه بنوعية عمل، إنما تلزمه فقط بالضوابط والاشتراطات المتعلقة بتوظيف المرأة والنساء. وأبانت خيفي أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لها علاقة بتنفيذ عقوبات كإغلاق محل أو سجل تجاري أو ترحيل، إنما تتمثل في صلاحياتها بمتابعة السلوكيات في السوق أو الميادين الأخرى، مشددا على أهمية مأمونية بيئة العمل وألا يعمل في أي محل محجوب إلا نساء فقط. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذا الموجز، فابقوا معنا.
مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حوار هذه الحلقة. تبرز بين الفينة والأخرى اتهامات صريحة وأخرى مغلفة في مجتمعنا بالإنغلاق والتقييد لكل ما يتعلق بالمرأة وقضاياها، بالإضافة إلى نظر البعض بأن الشرعيين يبالغون في إعمال القاعدة الشرعية سد الذرائع إلى حد الإضرار بها. ومعنا في هذه الليلة للحديث أكثر حول هذا الموضوع فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبد الله الشويقي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فمرحبا بكم شيخ. حياك الله. حياك الله. في البداية، لماذا يحلو للبعض الحديث عن التحرش في المرأة في مجتمعنا السعودي بشكل خاص، وهل المجتمعات الخارجية لا يحصل فيها هذا الأمر؟ والكلام هنا يكثر باعتبار أن أحيانا يضيق النظر عن يغيب النظر عن المقارنات، يعني الظاهرة موجودة ولا يمكن لأحد أن يستنكرها وأن يستنكر وجودها، لكن الإشكال حين تغيب المقارنات فيقول مجتمعنا فيه وفيه وفيه، وكأن مجتمع بلغ عندنا من الانحطاط في هذه الزاوية مبلغ لم يبلغه الآخر. يعني حين يستشعر الإنسان ما هو موجود يتألم لا شك، لكن دائما الطرق على هذه النقطة بصورة توحي أن مجتمعنا استثناء، هذا هو الإشكال الموجود. لكن مناقشة المطالب المتكررة في سن قوانين لحماية المرأة من التحرش، ما قيمة هذه المطالب؟ هو طبعا الحلول الشرعية تختلف عن هذا، يعني هذا المطلب عندما يقال سن قوانين للحد من التحرش هو استيراد لحل لمجتمعات أخرى. المجتمعات الأخرى الإشكالية الموجودة عندهم ما هي؟ لا يمانعون من قضية العلاقات التي تتم بالتراضي، الإشكال عندهم في العلاقات التي تكون بالإكراه أو الطرف الآخر لا يرغب وطرف يرغب وطرف لا يرغب، فذلك يأتون بقضية التحرش. نحن نظرتنا المستمدة من الكتاب والسنة لا ننظر بهذه الطريقة، لا، نحن نريد الاحترازات التي جاء بها الشارع، التقييدات فيما يتعلق بالعلاقات بين الرجل والمرأة في المجتمع المسلم. هناك قيود كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحد من أو تسد باب الفتنة. ليست القضية الآن الاعتداء بالتحرش على طرف لا يريد، لا، فهذه النظرة تستورد شيء موجود لدى الآخرين، زيادة على أن هذا القوانين لا تنتج، يعني المجتمعات الغربية يوجد فيها قوانين صارمة فيما يتعلق بالتحرش وعقوبات أحيانا قد نقول أنها مبالغ فيها، لكن مع ذلك التحرش هناك يعني يبلغ حد عالي، والأرقام فيها إذا قرأها الإنسان يجد المجتمع هناك وكأنه لا يوجد في مثل هذه القوانين لأنها لا تؤثر. لماذا؟ لأن من طبيعة البشر أنه لا يكفي في ضبط سلوكهم القانون، القانون الذي يأتي بعد، دائما القانون يأتي بعقوبة بعد الجريمة، لكن الاحترازات التي قبل هذه هي التي تهمل في مثل هذه المقامات. المجتمع الغربي ألغى الاحترازات التي قبل ذلك، فتح الباب على مصراعيه في علاقات الجنسين، التبرج والصفور على مصراعيه مفتوح، الخروج والدخول والزينة والعلاقة كلها مفتوحة، والشهوات أيضا مفجرة من خلال وسائل إعلام تنفخ في هذه النار، ثم في النهاية قوانين تمنع التحرش، طبيعي النتيجة لن تجدي في مثل هذه الحالة. لذلك دائما ما نعمل بقاعدة سد الذرائع، هنا تأتي قاعدة سد الذرائع. لكن هل يعني من المبالغة في اعمال يعني في عمل قاعدة سد الذرائع اضرت بالمرأة؟ هو دائما كل تشريع، كل تنظيم لابد كلها جوانب فيها اضرار لأناس، دائما حتى قوانين أمنية، قوانين إدارية، هي تأتي لمعالجة اشكال سيكون لها اضرار جانبية، لابد من ذلك. لكن عندما يقال اننا نبالغ في سد الذرائع، انا في تصوري ان مجتمعنا يحتاج الى المزيد من سد الذرائع، ونحن نرى الان الاشكالات الموجوده، هناك نوع من الانفلات الذي يعني يهدد الاخلاق في مجتمعنا. الجمع يبصره، الاخبار كثيره، كل يوم هنا قضيه وقضيه هناك، وكثير من الذين يتحدثون عن هذا الكلام انا اعجب من اهمالهم وعدم تحرك مشاعرهم عندما نسمع كل يوم خبر عن حادثة تحرش، حادثة ابتزاز، حادثة كل يوم، وهذا ما نسمع به والذي لا نسمع به أكثر. فأين الحلول؟ أين الكلام عن هذه القضايا؟ لا يوجد. لو أرادوا طرح حلول سيطبقون قاعدة سد الذرائع، لكن القاعدة هذه ربما العمل فيها أكبر على الاجتهاد، يعني في مسألة الاجتهاد في أنه يحرم شيء معين سدا للذريعة، فهذه ربما تكون يعني مشكلة للبعض أنه ربما يعلق عليها التهم، وأن هذه مشكلة تحدث. هو الاجتهاد ليس عيبا، هو المطلوب هو الاجتهاد، المطلوب دائما الاجتهاد والنظر والتأمل، والاجتهاد متزن طبعا، ليس القضية مبالغة، لا إفراط ولا تفريط. لكن الإشكال ما هو؟ بعض الناس ربما لا يروق له رأي من الآراء، جيد،
فيقول عندنا مبالغة في سد الذرائع. حين تسأله لماذا تقول هذا الكلام، ربما يعطيك قضية أو قضيتين، ما هناك شيء آخر. طيب عندما لا يكون عندك إلا قضيتان فقط، هل تستطيع أن تقول عندنا مبالغة في سد الذرائع؟ قل من وجهة نظري أن هذه القضية وهذه القضية الذي أفتى بها بالغ، يعني قضيتان مثلا. لكن أن يأتي بمثال أو مثالين ثم يطلق قاعدة ضخمة عندنا مبالغة في سد الذرائع، أتصور هذا الحكم لا يبنى على دراسة يعني موضوعية. لكن مع ذلك حتى لو بدا للإنسان أن الفتية الفلانية أو القول الفلاني فيه مبالغة، ولو افترضنا أن هذا الذي بدا له هذا الأمر أيضا فقيه وعالم بدين الله تبارك وتعالى، الأمر لن يعدو أن يكون وجهة نظره هو. يعني قد يكون لو ترك هذا الأمر الآخر سيقول عندك تساهل في ضبط قاعدة سد الذرائع، فهي محل اجتهاد في المئة. لكن لماذا يكسر يعني التركيز الكثير على مسألة كثرة القيود ولم يكتفوا مثلا بتعزيز الرقابة بالتربية؟ يطرح مثل هذا الكلام عادة، يقول بعض الناس مثلا لماذا دائما تطالبون بقيود وضوابط ولا تركزون على جانب تربية الأبناء، تبنية النشأ، تعزيز الثقة بالنفس، بناء الإيمان، بناء الرقابة الذاتية، ثم دعهم هم يمارسون الرقابة على أنفسهم. أولا لا تناقض بين المسارين، يعني لابد من التربية، لابد من تعزيز الثقة، لابد من تنشئة المعاني الإيمانية، لكن مع ذلك لابد في النهاية من وضع قيود، لابد من ذلك. طبعا والله عز وجل قال تبارك وتعالى في كتابه أنتم أعلم أم الله، يعني الذي ينظر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد قضية العلاقة بين الجنسين فيها محترزات بالغة تتماشى مع الفطر. يعني الأحكام الكتاب والسنة لا تخاطب مجتمع مثالي، مجتمع ملائكي، تخاطب مجتمع من البشر فيهم غرائز، فيهم ميول. فلذلك عندما يقول الله جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن، عندما يقول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن، عندما يخاطب الرجال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، عندما يقول إياكم الدخول على المغيبات، عندما يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم، أمثلة كثيرة جدا جدا، أساس فرض الحجاب، كل هذه الأحكام تدلنا على أنها لابد من هذه القيود، لأن طبيعة الله جل وعلا ركب في الجنسين الميل لبعضهما، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فهذا الميل ميل فطري، شرعه الله جل وعلا، غرسه الله جل وعلا في البشر لغاية والحكمة ظاهرة وواضحة، لكن هذا الميل الفطري لابد أن يقنن، لابد أن يقيد. وأجمل التقييدات هي التي تستنبط وتأخذ من كتاب الله تبارك وتعالى. فحين يجعل الثقة والرقابة الذاتية مقابلة لهذه القيود، العملية هذه غير واقعية وأيضا غير مجدية، لأن كما أسلفنا قبل قليل لا تربية تكفي ولا عقوبات تكفي، لا بد أيضا من القيود، يعني تكون خليط بين هذه ككل، كلها عوامل تؤثر. يعني من الخطأ دائما في القضايا كلها أن يحاول الإنسان أن يرد الظواهر إلى عامل مسبب واحد ثم يجعل هناك علاج واحد. يعني الدراسة المتأنية التي تبحث في العوامل كلها وتضع الحلول والأسباب والمحترزات والقيود، ثم في النهاية تكون النتائج أقل طبعا، لا يمكن حسم الشر كله. لعلي أستاذنك في أخذ هذه المداخلة. إذا معنا على الهاتف الأستاذة ميمونة بنت محمد الوشلي الباحثة في قضايا المرأة. أستاذة ميمونة، هل المرأة مظلومة في مجتمعنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. حياكم الله. أولا أخي الكريم، لابد من الاعتراف بوجود ممارسات خاطئة في بيئات معينة أو من قبل أفراد معينين. هذه الممارسات لا يجب أن تنسب للدين. الحل معها دائما توعية هؤلاء ورفع الجهل عنهم أو المساهمة في تطبيق القضاء الواجب فيهم. النقطة الثانية، للأسف بعض الضالين وأهل الهوى إذا وجد مثل هذه صور الظلم هذه وجدها فرصة للانتقاص من أحكام الشريعة واعتبرها أحكام ظالمة أضرت بالمرأة، وهم في الوقت نفسه دعوا المرأة للاقتداء بالمرأة الغربية أعلى من النموذج الغربي الذي هو في الحقيقة ظالم حقيقة في حق المرأة وفي حق الإنسانية بشكل عام. والنساء شاهدة دائما على حال المرأة الحقيقي في الغرب، لا ما يصوره الإعلام بصورة البراقة. النقطة الثالثة، نفس الأصوات المنبهرة بالغرب نجحت إلى حد ما في تشويه واقع المرأة لدينا، فحتى المرأة فأصبحت مثلا المرأة المربية التي تبقى في بيتها وبين أبنائها، المرأة التي لا تفقد ولا تتزوج إلا بإذن وليها، والمرأة التي أيضا ترضى بقوامة حكما شرعيا أصبحت بالنسبة لهم هي المرأة الضعيفة المظلومة التي تحتاج إلى من يوصلها، وبالتالي وجدنا من يروج إلى أن المرأة مظلومة لدينا. النقطة الرابعة، أقول أن المرأة المسلمة مرت بأجيال فاضلة لم تحتج معها لقوانين تحميها،
وارتفاع صوت يطالب بتم قوانين غربية، هذا يعني أن المسلمون هم الذين ابتعدوا عن الدين، وإن لو طبق الشرع بصورته الصحيحة لما وجدنا مثل هذه الأصوات التي تتهم مجتمعنا بظلم المرأة وتطالب بسن القوانين الغربية. إذن الأستاذة ميمونة بنت محمد الوشلي الباحثة في قضايا المرأة، شكرا لك على هذه الإضافة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا مع شيخنا الدكتور بندر بن عبد الله شويقي، فتفضلوا بالبقاء معنا. مركز باحثات لدراسات المرأة يقدم. تنطلق أهداف الباقة من فلسفة التاءات الأربع: تأهيل، تثقيف، توعية، تصحيح. تأهيل شرعي لقضايا المرأة، تثقيف علمي بأهم قضاياها، توعية مجتمعية بحقوقها، وتصحيح للأخطاء الشائعة في تناول قضاياها. للاشتراك. أعزائنا مشاهدي قنوات المجد الفضائية، حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني المجدتيفي.تيفي، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك المجد شانلز، وأيضا على تويتر @المجد شانلز. وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب المجد شانلز. قنوات المجد الفضائية، متعة الإعلام الهادف. مرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل، والذي نستكمل فيه حديثنا مع ضيفنا الشيخ بندر بن عبد الله الشويقي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ مجددا. هل يصح أن يتم وصف مجتمعنا بأنه مجتمع ذكوري؟ قبل ذلك ما معنى مجتمع ذكوري؟ يعني مثل هذا الاصطلاحات دائما أحيانا ترهب المتحدث وترهب السامع، فيريد أن يتبرأ من التهمة قبل أن يفهم ما معناها فعلا. يعني قد يراد أحيانا بمجتمع ذكوري قضية القوامة، فإذا كان هذا هو المعنى نعم مجتمعنا ذكوري. إذا كان مراد مجتمع ذكوري أن المتغلب فيه الرجل، مجتمعات الأرض كلها بهذه الصورة، كل مجتمعات الأرض لا يوجد مجتمع تستطيع الاستثناء من هذه القضية. لكن الإشكال ما هو؟ حين ننظر لعلاقة الرجل بالمرأة على أنها علاقة صراع، تأتي مثل هذه الألقاب، علاقة صراع، من الذي يتغلب، من الذي ينتزع حقوقه من الآخر، تأتي مثل هذه الاصطلاحات المفخخة. طبعا إذا حولنا علاقة الرجل بالمرأة إلى علاقة صراع، الخاسر فيها الطرفان، لكن الأكثر خسارة المرأة. لماذا؟ لأن العلاقة هذه التي يفترض أنها علاقة قوامة وعلاقة شراكة، إذا اختلت سيتضرر منها الطرف الأضعف، وحال وجود الصراع ستكون المرأة الطرف الأضعف. يعني الذين دائما ينفخون في هذه القضايا يحاولون أن يوقعوا المرأة في قضايا يعني لا تناسبها فتضعف عن مواجهتها. المرأة أقوى من الرجل في مواضع معينة، لكن إذا تحولت القضية إلى صدام وصراع، عادة الرجل لديه أدوات لا تملكها المرأة بطبيعتها العاطفية الرقيقة اللينة، ففي مثل هذا الوضع يكون الرجل عادة هو المنتصر. لا أقول منتصر بمعنى أنه كاسب، لكن أقصد أنها الأقل ضررا، وإلا متى اختلت هذه العلاقة الطرفان خاسران لا شك. لكن المقصود من الخطأ أن ننساق وراء هذه الدعوات التي تنطلق من خلال تصوير علاقة الرجل بالمرأة على أنها علاقة صراع. لكن دائما ما ينال المجتمع السعودي نصيب الأكبر مثل هذه الاتهامات، ما السبب فيه؟ هو كما قلت في بداية حديثي، يعني مجتمعنا فيه إشكالات التي تناظر ما يوجد عند المجتمعات الأخرى. يوجد عندنا إشكالات في قضايا المرأة تحتاج إلى علاج، هذا أمر ليس هو محل البحث والجدل، لكن دائما كلامنا عندما يقال مجتمعنا فيه كذا وكذا وكأن القضية قضية المقارنة، جئنا نحن في أسفل القائمة. أنا أزعم أن وضع المرأة عندنا أفضل بكثير، لا أزعم بل أقولها موقنا، أفضل بكثير بمراحل حتى من جهة الحقوق فيما يتعلق بالمجتمعات الغربية. يعني هل المرأة الحين في المجتمعات الغربية والمرأة الغربية
حققت شيء لم يحققها في حققت أشياء لكن ما هل لها تحقيق الأهداف المعينة هو معيار يعني متى نقول أن المرأة أخذت حقوقها؟ النظرة الآن التي يراد تأصيلها عندنا أن كلما كان المرء حرا في اختياراته يفعل ما يشاء كلما كان ذلك أقرب للإنصاف والعدل لا ليس هذا هو المعيار، هذا المعيار الليبرالي. كلما كان الإنسان حرا في تصرفاته لا قيد عليه لا أحد يأمره ولا ينهى كلما كان قد أخذ حقوقه. لا، القضية ليست بهذه الصورة. القضية أننا نعدل ونوصف حين نعطي كل ذي حق حقه، حين نضع الأشياء في مواضعها، حين نسن القوانين التي تحفظ المرأة تحفظ الرجل تحفظ الشباب تحفظ الفتيات تحفظ الطفل بغض النظر عن هذه القوانين هل هي قيود أو لا أو ليست كذلك. المقصود بذلك أن نعطي، قد يكون من الظلم الإنسان لا تقيده أحيانا، قد يكون من الظلم لبعض الناس لا تضع عليه قيودا. لكن هل هي حققت ما تريد يعني في المجتمعات الغربية كي يتم توجيه مثل هذه التهم هنا؟ يعني يوجد في المجتمعات الغربية يوجد امرأة مثلا ترأس دولة، يوجد امرأة رئيسة وزراء، يوجد امرأة وزيرة خارجية، يوجد لكن ثم ماذا؟ يعني هل هذه هي الأهداف؟ هنا القضية. دائما الذي يقول المرأة هناك حققت ينظر لمثل هذه المنجزات على أنها هي الغاية والهدف. ماذا إذا صارت مرأة رئيسة دولة؟ ما الذي حصل؟ ما الذي أنتج؟ هل هذه هي الغاية؟ ما الذي حققته المرأة حين تبلغ هذا المقدار؟ وبخاصة إذا تذكرنا أننا مجتمع مسلم يؤمن بدار أخرى، ليست قضيتنا فقط منجزات دنيوية يصفق لها الناس. لكن هم ربما كذلك يبادرون مثل هذا السؤال، ما الهدف أنكم تعملون مثل هذا العمل للمرأة المسلمة؟ أي عمل؟ يعني الآن نقول أنها حققت ما تريد في المجتمعات الغربية إما بنيل المنصب أو غيره، هم كذلك ربما يوجهون نفس السؤال للمجتمعات المسلمة، يقولون إذا حققت ما تريد فإننا نوجه لكم نفس الجواب. هو نحن في مجتمعنا المسلم ما الذي يعني ما الذي لا نقول ما الذي تريده المرأة، لأن كل مرأة لها قد يكون لها إرادة. هذه تحلم بكذا، هذه تأمل كذا، الرجال أيضا الرجل يريد كذا، هذا يحلم بكذا، هذا يهدف إلى كذا. لكن السؤال الآن نحن عندما نتناقش في هذه القضية، عندما نجمع عقلاء من النساء والرجال، ما المطلوب من المرأة في هذا المجتمع؟ ما المطلوب من الرجل في هذا المجتمع حتى نقول إنه أنجز ونجح؟ هل القضية بلوغ مناصب؟ هل القضية تحقيق سلطة؟ هل القضية تحقيق شهرة؟ ما الهدف حتى نقول إن المرأة نجحت، إن المرأة أنجزت؟ ما هي الأهداف؟ نحن نظرتنا في مجتمع مسلم الزاوية مختلفة تماما عن النظرة الغربية. هناك ما يقيده، التقييد دائما، القوانين والتشريعات دائما هي بطبيعتها قيود على الرجل على المرأة على الكبير على الصغير، هي بطبيعتها قيود. فلا ينبغي أن نتذمر من كون بعض الضوابط قيود، لكن الكلام الآن هذه القيود تدفع المجتمع في أي اتجاه، سواء كانت قيود على الرجال أو النساء، هذا هو الكلام. يعني عندما يقال في المجتمع الغربي أن المرأة أنجزت وحققت، ننظر لوضع المرأة في المجتمع الغربي نظرة الفاحص الخبير، يجد الوضع بائس جدا. الوضع بائس جدا، يعني لا يسر، ولا ربما في ظاهره أن المرأة حرة نفسها ولا المحمية، ربما يبدو للإنسان هذا الأمر لأول وهلة، لكن حين يخبر ترك المجتمعات يعرف الوضع بائس جدا وضع المرأة. عندنا نحن لا نريد أيضا أن نرسم صورة مثالية، لا نريد أن نقول مجتمعنا بالغ الغاية في وضع المرأة، لا، عندنا إشكالاتنا التي تحتاج إلى علاج ونظر، لكن نريد أن نعالجها بعيدا عن ضغط واقع المجتمع الغربي الخداع. يعني وضع المرأة في المجتمع الغربي في الظاهر أنها سعيدة، لكن الواقع يقول لا، لمن يدرس ويخبر واقع تلك المجتمعات من الداخل. فنحن نريد نعالج مشاكلنا، نريد أن نقدم حلول، لكن لا نريد أن نقع تحت ضغط النموذج الغربي، بل عندنا، وخاصة أننا لا نحتاج أن نبحث عن حلول من كد عقولنا، عندنا الكتاب، عندنا السنة، عندنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تضاف لها الاجتهادات والآراء المثمرة. إذن انتهى حوار هذه الليلة، حياك الله، سعداء بتواجدك معنا شيخ دكتور عبد الله بن بندر بن عبد الله شويقي، وعلى أمل بك أن نلتقي بك في لقاءات أخرى. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حوارنا لهذه الليلة، فابقوا معنا. حتى ذلكم النشاط الترويحي الممزوج بالفرح والحضور لا يخلو من الأجر، فقط النية تحدد ذلك، والنفس بعمومها تحتاج إلى تخصيص ساعات لإنعاش الروح وإحياء القوة وإدخال السرور على النفس، بما يضعها على مسارها الصحيح بالترويح عن نفسها بالطريقة والمكان والزمان المناسب. فالترويح المنضبط ضرورة تحتاجها المرأة، وتختلف من امرأة إلى أخرى بحسب طبيعتها النفسية. والأنشطة الترويحية بوجه عام تحصلت على اهتمام عالمي ملحوظ من العديد من المختصين،
ولا أدل على ذلك من إفراد مادة خاصة به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 للميلاد، ووضع ميثاق خاص بوقت الفراغ لتوجيه العاملين والمخططين، وذلك في عام 1970. كما نشأت بعض المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الترويح، وأخيرا ظهور علم اجتماع الفراغ مستقلا عن علم الاجتماع العام. وتولدت عن هذا الاهتمام العالمي عدد من النظريات، منها نظرية العالمين سيبنسر وشيبلر، وفيها يشبهون الطاقة الكامنة في الجسم وعلاقتها بالترويح، مثل صمام الأمان الذي يسمح للقاطرة البخارية بالتخلص من البخار الفائض. أما العالم الألماني جروس والعالم الأمريكي بالدوين فيتفقان في أن الترويح وسيلة لإعداد الأطفال للحياة، كما يعد العالم كونراند لانج ممن يرى أن الترويح لإحداث التوازن، ففيه يشبع الشخص ميولا لا يملك إشباعه في الحياة الجدية. وقد اختلف العلماء في تصنيف الأنشطة الترويحية، كان أبرزها تصنيف ناش الذي قسم الترويح إلى 6 مستويات: أنشطة ابتكارية وإيجابية وذات طابع عاطفي وذات طابع سلبي، وأنشطة تلحق الضرر بالفرد، وأخيرا التي تلحق الضرر بالمجتمع. وقد تم إجراء العديد من الدراسات أكدت بعضها أن هناك تزايدا في كميات أوقات الفراغ في حياة الفتيات، وخاصة في أوقات الإجازة، إذ تراوحت مجمل ساعات الفراغ في أيام الدراسة ما بين 4 إلى 6 ساعات. كما أكدت نسبة 17.5% من الفتيات أن لديهن أكثر من 6 ساعات فراغ في أيام الدراسة. أما في أيام الإجازات فإن نسبة 67% يمتلكن أكثر من 6 ساعات فراغ يوميا. أما طبيعة المناشط الترويحية التي تمارسها الفتيات، فقد أكدت دراسة صادرة عام 2006 أن مشاهدة الأفلام والمسلسلات في التلفاز تتصدر هذه الأنشطة بنسبة 46%. والسؤال المطروح هنا، هل الأنشطة الترويحية الحالية تتوافق مع تطلعات الفتيات وتحقق لهن الإشباعات الكافية؟ في دراسة أجريت في عام 2005 ذكرت أن التطلعات تنوعت ما بين الرغبة في التوسع في مدارس التحفيظ والتوسع في تنظيم المحاضرات الثقافية وإنشاء المكتبات النسائية العامة، إذ تواجه النساء إشكالا في عدم وجود أماكن مناسبة يجتمعن فيها، وكذا إيجاد أماكن خاصة بالنساء للمشي، وكذا نواد تنتهج الطب الرياضي الصحي لمن تعاني من إشكالات صحية وغذائية للنساء، وكذا الإكثار من المنتزهات والإكثار من المدن النسائية. وبشكل عام فقد غلبت التطلعات الثقافية على التطلعات الأخرى في نتيجة تستحق إيلاءها المزيد من الاهتمام. كما نبه الفتيات في الدراسة إلى ضرورة إزالة العوائق التي تحول بينهن وبين ممارسة المناشط الترويحية، مثل صعوبة المواصلات وعدم توفر الوسائل التي تحقق تطلعات الفتيات، وكذا ارتفاع أسعار الترويح، وأخيرا عدم معرفة الفتاة بأماكن الترويح النوعية في المجتمع لعدم وجود قواعد بيانات ومواقع تقدم تعريفها بهذه الوسائل الترويحية. ومع ختام تقريرنا هذا تلوح لنا 3 خطوات رئيسية للنهوض بالأنشطة الترويحية المعنية بالفتيات. أولا، التخطيط الجيد للأنشطة الترويحية المعنية بالفتيات مع مراعاة انعكاسات العولمة وارتفاع الوعي. ثانيا، دعم الجهات المسؤولة عن الأنشطة الترويحية المهتمة بالفتيات بالدراسات العلمية والتأهيل الإداري الكافي ليسهل تقديم أنشطة تلبي تطلعات الفتيات. ثالثا، إيلاء المزيد من العناية لإنشاء أماكن ثقافية تراعي خصوصية النساء وتحقق البيئة المناسبة للتوعية الثقافية. أحييكم في هذه الفقرة كوني إيجابية. في الحلقة الماضية طرحنا إحدى المشكلات التي تعاني منها المرأة في المملكة العربية السعودية، وكانت عن حقوق المطلقات. لنشاهد وإياكم تقرير الحلقة الماضية ثم نعود. تؤكد عدد من الدراسات والإحصائيات التي تصدرها الوزارات ارتفاع معدلات الطلاق في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ،
ففي إحصاء لوزارة العدل اتضح أن نسبة الطلاق في المملكة تصل إلى 21% بمعدل 1000 حالة طلاق شهريا. وفي تقرير آخر حديث ورد فيه أن نسبة الطلاق في المملكة وصلت إلى أكثر من 35% من حالات الزواج، زيادة على المعدل العالمي الذي لا يتجاوز 18.22%. وفي عام 1431 للهجرة بلغت حالات الطلاق 18,765 حالة مقابل 90,983 حالة زواج في عام 1431 للهجرة بمعدل حالة كل نصف ساعة. أما في دراسة أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية فإن 60% من حالات الطلاق تقع في السنة الأولى من الزواج، ونتيجة لهذا التصاعد تعد قضية النفقة على المطلقات ضمن المنازعات الأسرية من أكثر القضايا التي تتصدر ملفات المحاكم في المملكة، كما يقترن معها عدد من الحقوق كحق الحضانة ونحو ذلك. وتتطلع العديد من المطلقات إلى أن تكون هناك رؤى تنظيمية حول الآليات والإجراءات المتبعة للحكم في ضمان حقوق المطلقات. بعد طرح المشكلة عبر سؤال ما هي الحلول المقترحة لحصول المطلقة على حقوقها، وصلنا عبر وسائل تواصل البرنامج وفي هاشتاج الفقرة عدد من المقترحات والحلول، وقام فريق البرنامج بفرزها وترتيبها لتظهر لكم على النحو التالي. مشاهدين الكرام، كانت هذه أبرز الحلول المقترحة والتي وصلت إلى البرنامج. نشكر كل من تفاعل معنا في هذه الفقرة. بلا شك هناك حلول أخرى مهمة، المهم أن نكون إيجابيين ومبادرين، وهذا ما يدفعنا إلى طرح موضوع حلقتنا لهذا اليوم. فلنشاهد وإياكم هذا التقرير المختصر عن حلقة اليوم والتي هي بعنوان الملابس المحتشمة. كانت وما تزال قضية الأزياء النسائية موضع الحديث في بلادنا من زاوية القيم في الدرجة الأولى، والمقصود هنا ما يفهم من كلمة القيم على أكثر من صعيد، انطلاقا من العقيدة ومفعولها في صياغة المجتمع وشخصية الفرد حتى وإن ضعفت نسبة الالتزام الديني. وكذلك تلك القيم التي يشترك فيها الإسلام مع التصورات البشرية الوضعية السائدة، وهذا ما يمس جوانب اجتماعية واقتصادية، وما يرتبط من ذلك بالأزياء النسائية وموقعها في نطاق هوة الثراء والفقر داخل المجتمع الواحد وعلى مستوى الأسرة البشرية. وعلى المنحى المحلي يشتكي عدد من النساء من فرض اتجاه واحد في الأزياء ينحى إلى نزع الاحتشام وتسييد اللباس غير الساتر، مما حدا بمجموعة من النساء لرفع شكاوى للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومفادها أنهن أصبحن يجدن صعوبة بالغة في العثور على ملابس ساترة ومحتشمة في الأسواق. ليوجه سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية خطابا إلى وزارة التجارة والصناعة السعودية يتضمن حثها على محاربة انتشار ظاهرة الملابس النسائية العارية في الأسواق، ورغم ذلك ما زالت المعاناة مستمرة. بعد هذا التقرير سؤالنا ما هي الحلول المقترحة لحث التجار على استيراد الملابس النسائية المحتشمة؟ للمساهمة في اقتراح حلول لهذه المشكلة نرجو مشاركتنا عبر وسائل تواصل البرنامج، كما يمكنكم اقتراح مشكلات أخرى لعرضها في هذه الفقرة وذلك عبر الوسائل ذاتها، فكوني إيجابية.
سننتقي لكم في هذه الحلقة كتاب قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى لمؤلفه الدكتور عبد الوهاب المسيري. الكتاب عبارة عن دراسة نقدية للفلسفة النسوية المتمركزة حول الأنثى، ويرى المؤلف أن هناك غياب للبعد النقدي في الدراسات العربية والإسلامية للمفاهيم والمصطلحات الغربية، إذ نكتفي دائما بنقل أفكارهم من وجهة نظرهم دون أن نطرح أي أسئلة تنبع من رؤيتنا وتجربتنا التاريخية والإنسانية. ويرى الكاتب أن مصطلح في منزم الذي ترجمت إلى النسوية أو الأنثوية أنها ترجمة حرفية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تفصح عن أي مفهوم كامن وراء المصطلح، ولإدراك البعد الكلي لهذا المصطلح لابد أن نضعه في سياق أوسع. اشتملت الدراسة على 6 محاور. تحدث المؤلف في المحور الأول عن الفرق بين الإنسان والإنسان الطبيعي، وفي المحور الثاني تحدث عن الفرق بين المساواة والتسوية، وناقش في المحور الثالث السياق الحضاري لحركتي تحرير المرأة والتمركز حول الأنثى، وتحدث أيضا عن العلاقة بين النظام العالمي والتمركز حول الأنثى وعن علاقة هذه الحركة بالصهيونية. وفي المحور الأخير تحدث المؤلف عن البديل المناسب لمعالجة قضية المرأة، وقال: من الأجدر بنا أن ندرس قضية المرأة داخل إطارها الثقافي والإنساني، فندرك أن مشكلة المرأة مشكلة إنسانية لها سماتها الخاصة، كما يجب أن نضع قضية المرأة داخل إطارها الثقافي والإنساني، فندرك أن مشكلة المرأة مشكلة إنسانية لها سماتها الخاصة. وأشار المؤلف في الخاتمة أنه يطالب أن تتناول قضية المرأة من خلال قضية الأسرة وفي إطار إنسانيتها المشتركة، وأن تكون الأسرة للفرد هي الوحدة التحليلية ونقطة الانطلاق، ومن ثم أطالب برد الاعتبار للأمومة ولوظيفة المرأة كأم وزوجة. أهلا بكم معنا مجددا في فقرة الاستفتاء رأيك مؤثر. نذكركم مشاهدين الأعزاء بسؤال الحلقة الماضية: هل تؤيدين عمل المرأة عن بعد؟ وقد كانت نتائج السؤال كما وصلتنا عبر الموقع كالتالي: نشكر كل من شاركنا في الإجابة على هذا السؤال. بعد هذه النتيجة يسعدنا أن تكون معنا على الهاتف الكاتبة والأكاديمية السعودية ميرفت عبد الجبار للتعليق على السؤال والنتيجة. أستاذة ميرفت، ما تعليقك حول نتائج هذه الفقرة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة أرى أن عمل المرأة عن بعد فيه تحقيق للعديد من المزايا التي من أمثلتها ما سوف أوجزه بإذن الله في هذه النقاط التالية. أنه يغنيها عن بعض الأعمال التي تفرض عليها نمط الاختلاط، كما يحقق لها الموازنة ما بين عملها ومسؤولياتها الاجتماعية الأخرى، ويكون حلا وسطا ما بين رغبة بعض أولياء الأمور في عدم عمل المرأة وما بين رغبتها في ذلك، كما لا تجد فيه بعض المعوقات المادية كتكاليف المواصلات. ونجد أن بعض الأعمال عن بعد تكون مقرونة بتلبية وإشباع هواياتها الشخصية كالتصميم والرسم والتأليف، تجمع بين الموهبة واستثمارها، ويمكن المرأة العاملة كذلك من زيادة الدخل إن طمحت في ذلك. وأراه أيضا مؤهلا لعمل المرأة إذا ما أرادت الالتحاق فيما بعد بعمل الرسمي، وكذلك لا يكون عائقا أمام دراستها إن كانت طالبة، وغيرها الكثير من الإيجابيات التي يحققها. فنجد أن عمل المرأة عن بعد من خلال هذه الأمثلة حقق لها عدة مزايا، يأتي في مقدمتها وأهمها المزايا الشرعية ثم الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ومزايا الموهبة والإبداع. سأل المولى القدير أن يوفق الجميع. شكرا جزيلا. إذن نشكر لك الأستاذة ميرفت عبد الجبار الكاتبة والأكاديمية السعودية هذه الإضافة. ننتقل بكم الآن مشاهدين الكرام إلى سؤال الحلقة 5 وبين يديه. في الآونة الأخيرة ارتفعت أصوات تنادي بمنح ربة المنزل مكافأة شهرية من الدولة، محتجين بأهمية الدور الذي تقوم به في الحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع، وفي الطرف الآخر يرى آخرون أن مثل هذه الخطوة ستساهم في خسارة أعداد كبيرة من النساء يمكنها المساهمة في نهضة المجتمع. لمعرفة رأيكم حيال هذه القضية شاركنا معنا في التصويت على هذا السؤال: هل تؤيدين تخصيص مكافأة شهرية من الدولة لربة المنزل؟
الإجابة تكون بنعم لا محايدة. مشاهدين الكرام، للتصويت على هذا الاستفتاء زيارة موقع مركز باحثات، ويمكنكم الوصول إليه عبر وسائل تواصل البرنامج والتي تظهر لكم. كما يمكنكم اقتراح أسئلة للاستفتاء في هذه الفقرة، وذلك عبر وسائل تواصل البرنامج. رأيك مؤثر، فشاركي معنا. أصيبت الأمة الإسلامية بخور فكري وترهل. هل هذا صراع بين الحق والباطل كما ماذا بدت الظواهر الجيولوجية في الجزيرة العربية بهذا التسارع؟ ساعة حوار. إعلام الخبيث الذي يروج له يساعدان. من وجعلنا الفاصل هو المعركة وختمنا بدماء. الصومال شعب مصر يتوق إلى أن تحكمه الشريعة. برنامج الحوار المباشر على الهواء، أول برامجنا المباشرة من الرياض. ليشعر الإنسان أنه في هذه الأرض، في هذا الكوكب، لا شيء. كوكب المشتري يستطيع أن يبتلع 1300 كرة أرضية. خصص لاستقبال النخبة من العلماء والمثقفين والكتاب والسياسيين وصانع القرار. حوار من الرياض في ساعة حوار. يأتيكم اليوم مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في جولتنا في الإعلام الاجتماعي، نبدأها بتويتر حيث ننتقي لكم بعض التغريدات وبعض ما يصلنا عبر حساب البرنامج وما يكتبه في الوسم الخاص بالبرنامج. أولى هذه التغريدات كانت من حساب الأستاذة بلقيس صالح الغامدي، حيث كتبت: تأملوا، تدخل الملكة قصر النبي سليمان بثوب طويل، ولا عجب هكذا تلبس الملكات، قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. ومن حساب الأستاذة وفاء الشعلان كتبت: سئل اثنان عن سبب تأخرهما عن العمل، فقال أحدهما: انشغلت مع الوالدة، وقال الآخر: أشغلتني الوالدة، شتان بينهما، قمة في الأدب وقلة في الأدب. ومن تويتر إلى الفيسبوك إليكم بعض هذه المقتطفات من حساب الأستاذة حنان زكري، حيث كتبت: في إنكار موسى أكثر من مرة على الخضر وعدم صبره دليل على أن قلوب المؤمنين مجبولة على الإنكار، فقد وعده بالصبر فلما رأى ما رأى أنكره عليه. القصاب. ومن حساب الأستاذة بثينة مساعد العتيق، حيث كتبت: العجب كل العجب ممن يتهرب من الانتماء للإسلام والتفاخر بذلك واستيعاب عظم هذا الانتماء الرباني، ألا تقرأ هو سماكم المسلمين من قبل. ومن الفيسبوك إلى الانستغرام إليكم هذه الصور مع التعليق عليها. ومن مشاركات الواتساب انتقينا لكم بعض هذه المشاركات، حيث كتبت الأستاذة باسمة: كنا كالملكات نخدم واليوم نحن نعمل ونكد كالرجال، وإلى منتصف الليالي لا أدري أجيالنا القادمة من سيربيها، أو أننا سنترك للفضائيات مهمة التربية ونعود لأبنائنا في آخر الليل قد أنهكنا العمل، اللهم ثبتنا حتى نلقاك. حاولنا المرور مشاهدينا الكرام بشكل سريع على مجموعة من الحسابات في الإعلام الاجتماعي بتنوعه. تابعونا وشاركونا عبر حسابات البرنامج، وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم وارفة، وكلنا أمل بتفاعلكم معنا ومتابعتكم ومشاركاتكم عبر وسائل تواصل البرنامج.
ونسعد بملاحظاتكم واستفساراتكم ومقترحاتكم. انتهت هذه الحلقة، وإلى الملتقى في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.